مساء الخير مشاهدينا الكرام، صحاعدكم نلتقي للمرة الثانية في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك. صحاعدكم صحاعد الأمة الإسلامية جمعاء، نتمنى ويجوز نهار شباب عليكم وخفيف علينا وعليكم. حل تكونوا على قناة زاب تي في قناة العامة، وأيضا على قناة زال نيوز بعد قليل، بعد 10 دقائق حوالي حتلتحقوا بنا وتشوفونا على قناة زال نيوز. نرحب بضيوفي الكرام اللي شاركوني في هذه القعدة نهار اليوم الزين. معايا خالد عيمر، خالد عيمر فنان قدير من قسنطينة، جانا من قسنطينة هذا الصباح. صباحا حايدك. وكل عام وانتي بخير، وكل عام والشعب الجزائري بخير. شقيناك معانا، جيتنا من قسنطينة صباح وكانت ضيافة هايلة، بارك الله فيكم. يعني الصباح قاموا بي حتى الآن، راني في ضيافة جميلة جدا. صحة، مرحبا بك. شكرا. ومعنا أيضا الشاب في الطابع الشعبي الأصيل، الشاب عماد سليماني، شاب في الطابع الشعبي الأصيل. مرحبا بك، صحة عيدك خويا. الله يسلمك أنتم زادة، صحة عيدكم، صحة عيد كل الجزائريين والأمة الإسلامية جمعاء. إن شاء الله إن شاء الله يتقبل من ربي إن شاء الله الصيام والقيام. هذه هي إن شاء الله. إن شاء الله احترافكوني في هذه القاعدة إن شاء الله مع مشاهدينا الكرام. أيضا راح يكون نفتحوا باب الاتصال لتقديم التهاني، الرقم يظهر أسفل الشاشة اللي هو 023-59-91-60. قدموا التبريكات تاعكم للأهل العائلة. وأيضا حيكون عندنا كويز الغاز نطرحوهم على المشاهدين الكرام ونشوفوا إلى عرفتوا الأجوبة. راح نبدأ بهذا الأغنية اللي ما نستغناوش عليها اللي هي مزيان نهار اليوم. No, no.
سعد من يفرح اليتيم، سعد من يفرح اليتيم، رضى عليها ربي الكريم، رضى عليها ربي الكريم، يكون لها أجر عظيم في نهار اليوم، غدا عند الله الرحيم يكون مرحوم. زين نهار اليوم صحة عيدكم، هاد العيد علينا وهاد العيد علينا، وعلى ناس قسنطينة وعلى ناس قسنطينة، يا أصحاب بجاي الزينة وصحة عيدكم، زهيتوا اليوم وزهينا بالحباب كلهم، مزينوا نهار اليوم صحة عيدكم، مزينوا نهار اليوم. صحة عيدكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أنا على دار تي في، بعد قليل حنكون أيضا على دار نيوز، وحيكون معنا اتصال مع بطلة من أبطال مسلسل أولاد الأحلال مريم أكبير، تحكينا شوية على المسلسل والنجاح تاعو. نبدأ معك سيد خالد، كان في الغنية سمعنا ناس قسنطينة، واش تحكينا على ناس قسنطينة وكيفاش يعيدوا ناس قسنطينة؟ هل كاين حاجة مميزة خاصة بناس قسنطينة؟ تميز بها النحاس، قسنطينة سنة النحاس اللي تكون فيها ديجا الحلويات التقليدية، وأهمها البقلاوة، القطايف، المقروط. ديروا قطايف في العيد؟ بيان سور يديروا القطايف، يديروا القطايف على مستوى العاصمة، نديروا القطايف في رمضان برك. احنا نديروهم في أفري رمضان، هاد القطايف نديروهم في الأكلات في ضيافة الأحبة والأقارب. الأحبة والأقارب بيان سور، بما فيها البقلاوة والمقروض، هذو ثلاث أشياء أساسية، ثلاث حلويات اللي مهمين في السنين، وبالإضافة إلى قلت لك يعني الصينية التقليدية، صينية النحاس. وعبالي كاين الأكلات التقليدية، الشخشوخة، يعني الشخشوخة هي نفسها الفطير والشخشوخة بساكرة؟ لا، الشخشوخة في الغداء الاول تاع اول عيد يعملوه ابريل رمضان، يعني هذه هي الحاجه المميزه تاع الحاجه المميزه في قسنطينه. نستقبل الاتصال قبل ما يقولنا ويقولنا المخرج ليندا من القبه. صح عيدك ليندا. كل عام وانتم بخير. الله يسلمك، واش راكي لاباس ليندا؟ لاباس الحمد لله. وانتم كيفاش عيدتي؟ والله الحمد لله. الحمد لله، راني نسمع فيك شغل عيانه شويه. شويه عيينه، تعرفي احنا نتاع. الحمد لله كي كملنا على خير، وربي يتقبل منا اجمعين. هذا ما كان، ربي ان شاء الله يتقبل منا الصيام والقيام. نتمنى ذلك. ليندا، اهداءاتك قبل ما نعطيك الكويز تاعنا. اهدائي نهدي لهذا العيد، ان شاء الله يكون عيد مبارك على الشعب الجزائري وعلى الامه الاسلاميه كاع. عيدك ان شاء الله. لعائلتي كاع اللي نعرفهم كبير وصغير، جداتي ربي يخليها لنا، بنت عمي اللي زوجها مول العيد ان شاء الله نقولها ربي يهنيك، ربي يكمل لك فرحك ان شاء الله، وكاع الناس اللي نعرفهم ان شاء الله. ليندا قالوا لي في القبه كاين في اول ايام العيد وثاني ايام العيد يبيعوا الشواء، الناس ما تفطرش داخل الدار، تخرج تشري الشواء برا. راهي الحومه احنا كاع راهي الدخاخ نتاع الشواء. بصحتكم وبصحتكم. يسلمك تعيشي. ليندا تشاركي معنا في الكويز؟ نشاركوا معك ان شاء الله يكون سعيد. هذا اللوز يقول اسمه مثل لونه، الاسم تاعو كيما اللون تاعو. اسم تاعو كيما اللون تاعو. ما نكذبش عليك، ما عرفتيش. لا لا، يعطيك الصحة. حبيتي تقولي حاجة أخرى؟ نقول لكم صحة عيدكم. الله يسلمك. صحة الجزائر ما زيد من التألق إن شاء الله. إن شاء الله. كل عام وإن شاء الله
سيرتو تزايا ان شاء الله ربي يسقم لنا الحوال وخلاص ان شاء الله. نتمنوا ذلك امين ان شاء الله تعيشي. كل عام وانتي بخير اختي. الله يسلمك. السلام عليكم. صحه. وعليكم السلام. صحتي صحتي ليندا كانت معنا من القبة. نذكر مشاهدينا الكرام رانا على جزائر تي في، بعد قليل راح نكونوا على جزائر تي في وعلى جزائر نيوز. الرقم الظاهر اسفل الشاشه للاتصال وتقديم الاهداءات. نروحوا مباشره ناس العاصمه. ناس العاصمه كيفاش جبزوا العيد؟ كل عادة صباح ربي نصلوا صلاة العيد في رحبة سواء مع الأهل ولا مع الأحباب مع أصحاب باش نسمور مور صلاة بيان سور. نتغافروا نسلموا على أحبابنا لازم هذيك بيان سور اللي كنا غلطين معاه ولا غلط معنا ولا كيف كيف نسمحوا له يطلب منه نطلبوا منه سماح كذلك إذا غلطنا معاه ولا نصفيوا القلوب كما قال من بعد لا روتين. وناس القبائل قلت لي انت الاصل تاعك من نعم من البجايه من البجايه خير ناس. واش كاين حاجه مميزه عند ناس عند البجاويه؟ بون هي ما تختلفش بزاف برسك العاده كيما تاع هنايا منين داك بار اكزومبل يديروا وزيعه كيما لا دانيير فوا عندها واحد بون البارح البرومي جور تاع العيد ذبحوا اضاحي قدموهم للناس الفقراء والموزعين تما الله يبارك. هذه الحمد لله هذه الميزه. كاين كل خير في كل ولايه الوطن الحبيب. الله يبارك الخيرات ما يخلصوش كما ان شاء الله ان شاء الله. وعرفت الكويز تاعنا ولا ما عرفتش؟ حتى انتم كنتوا تشاركون معنا. جاب لي ربي اسمه مثل لونه الفلفل الاحمر. شنو ها؟ الفلفل الاحمر. لا لا باسكو هو جاي احمر. لا لا اني يقولوا لي كاين دوك نسقسيو انيسه من صحاوله. صح عيدك انيسه. انيسه سمعينا فقط من التليفون. انا وين في الخير؟ صح الخير الله يسلمك. انت زاده واش راكم لاباس؟ الحمد لله. انيسه اهداءاتك واش حبيتي تقولي لنا في هذا العيد؟ كيفاش واش حبيتي تقولي لنا حتى انت راكي عيانه انيسه؟ أنا عيانين أنا ميتين ماشي غير عيانين. ربي يقدرك على كل خير. إهداءاتك أنيسة لمن تقدميها؟ نقدم إهداء تاعي لجميع العائلة تاعي تاع بو الحجار. أنيسة؟ أنيسة وقيل ما شربتش مليح القهوة. فقدنا الاتصال. ويقول لي المخرج جوامع قبل المواصلة في الحديث مع ضيوفي الكرام توقفوا عند هذا الفاصل الغنائي ولنا عودة. صعيب الحيل صعيب وحلف نديكي كا Klaxon, you robe blanche, cortège, t'es la plus belle. Un samedi du mois de mai, 14h tous à la mairie. Tous mes frérots en Ferrari. Invité de prestige, VIP. Que des lourdeurs, grosse dinguerie. Des gaines de fou, façon cri-cri. Toi et moi, c'est pour la vie. Couturier, ne papillons à notre pillé. Je réserve la plus belle alliance pour ma chérie, la plus belle robe blanche. Je suis aux Seychelles avec ma Bella. Je te laisse écraseuse de l'Obama. Je veux plus de ça. Nal Chétan, les filles de joie. Nal Chétan. Hey, hey, young. Yo, Rahan, y'a taille de kilma. Oh, hey, hey, young. Yo, fille, mandour. Oh, hey. Nick.
Max, vida loca, tu veux me trouver, je suis à la cuenta. إذن كان هذا شاب خلاص من سطيف، نستقبلوا اتصال من ولاية الجلفة. صح عيدكم ناس الجلفة. الله يسلمك أختي وانت زادة، وإن شاء الله عيدكم مبارك على العائلة تاعي. كي نقول العائلة تاعي وهي من ولاية بسال تلمسان إلى الجزائر إلى تمرات. صح عيدك على الجزائر. الله يحفظنا الجزائر، وإن شاء الله يجبنا رئيس إن شاء الله اللي يحس بينا، وان شاء الله تذل هذه الظاهره هذه تاع الحرقه ذيه تاع البوطي. وراهم اصلهم رايحين، راهم يشوفوا ديجا، يشوفوا في الشبيبه، يشوفوا فيها عايشين بالفيسبوك، شوفوا اللايف هذا تاع الفيسبوك، شوفوا الناس في اوروبا. راني نعرفهم انا في اوروبا، راني مخالطهم ونعرفهم. عندي فامي تاعي وعمامي راهم في اوروبا ديجا. صح عيدهم ان شاء الله نعطيهم اهداء منا. والله العظيم يا اختي عايشين، عارفه عايشين معيشه ماهيش نورمال. علاه يروحوا لبلاد بلاد اخرى؟ علاه ما يقعدوش هنا في الجزائر؟ حنا نتمنوا البلاد تتزقم ونعيشوا هنا في الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يحفظنا ويحفظ الجزائر. وشكرا لك انت بالاخص والضيفين الكريمين اللي معاك. الله يسلمك. وصحه عيدكم ان شاء الله. الله يسلمك. الجزائر ان شاء الله ما تكبيش. ها واحد ما تكبيش، عندي كويز، عندي لغز نقوله لك وشوفي لا قدرت تجاوبنا عليه. راني شويه مانيش انتيليجون في هاد الحوايج. معليش نقول لك الا عرفت عرفت، الا ما عرفتش ما عرفتش. معليش. حاجه واسمها مثل اللون تاعها، الاسم تاعها كيما لونها، الاسم تاعها كيما اللون تاعها. كاش شويه مساعده. حاجه ناكلوها. سمعين. حاجه ناكلوها ديجا عجبني. عارف الجواب. راني عذب عليا هذا السوجي والله عقب عليا، وانما راني شويه جميل. معليش يعطيك الصحه. يعطيك الصحه، نشكرك على الاتصال وصحه عيدك وصحه عيد الناس الجلفه. تفضل. الله اعلم. ما كاش. معليش انقطعت المكالمة. يعطيك الصحة وصحة الناس الجلفة. لو نبدأ معاك، أعطينا معزوفة مقطوعة، وش حتى تقدم لنا؟ قدم لكم نهلة ولا قدم لنا وبعد حكي لنا على الألحان والكلمات. أتفضل. Thank you.
سلاني المحبوب قمت بمن قالوا تسلاني المحبوب قمت بمن كيف تسلي وفي الأحشاء نيران إن التسلي حرام في مذاهبنا فكيف يقبل بالغفران إيمان فشارب الخمر يصحو بعد سكراته وشارب الحب سيد عميور خالد من قسنطينة. مشاهدينا الكرام ربما يشير للمخرج قلنا دير نيوز التحقوا بنا صح عيدكم اللي يشوفونا الآن عبر الساتل عبر قناة دير نيوز الإخبارية. نتمنى العيد يكون مبارك علينا وعليكم إن شاء الله وربي يتقبل منا ومنكم. نستقبل أول اتصال من ناس أشلف. صح عيدكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحا عيدك خويا. الله يسلمك. اهدأ تتفضل معنا. محمد مشلف. محمد مشلف مرحبا بك محمد. محمد واش حبيت تقولنا في صبيحة العيد هادية؟ أنا مع العشية. نقول لكم بصحة عيدكم العيد شو قاعد. إيه الإهداء تاعك لمن تقدمها؟ أنا نقدم الإهداء تاعي لما نقول الله يشافيك. نتمناو ذلك. ربي يشافيه ان شاء الله خويا فهد. الله يشافيه لافامي سكار لافامي خاطي صحابي في بالعباس وكاع الشعب الجزائري. يعطيك الصحة وشكرا ليك. وناس شلف يعطيك الصحة. اللغز اللي قلت ليه اللي كنتي تحكي عليه. اتفضل عندك اجابة. قلتي لونو كي اسمو. اسمك اه لونه كما اسمه. نورمالمو نقولوا البيض. البيض هذيك هي هذاك هو الاجابه. يعطيك الصحه. صحيت. اي شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيت. نولي لك عماد الان. سمعنا كش حاجه شعبي. بيان سور. انا حابين حاجه خفيفه. بيان سور. تفضل. لا في عمان ضاع مع الحباب وفات
في عما نظام الحباب وفات عني مسرور غاب لبانه ليام اللي مضاك لا ترجع هيهات والقلب اللي عشق ودع سلوانو ريت بدور تمام جسمي من دل وعدم والروح فنات عاقبني هاد الزمان بهم وحانو ريت بدور تمام ريت بدور تمام في سماهم بانو يا نار قادي ما فادتني فيما سالا سوى النفار والبعاد ندعو إلى الله تعالى عسانينا نبلغ مرادي نهنا ونو قيم حذرا في بالي افنيت من حبي عذرا اشحيلاتي يا مواني الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك يعطيك الصحة. يقولوا لي كان اتصال من قسنطينة. منال منال صح عيدك بخير ان شاء الله. صح عيدك منال انت على المباشر. كل عام وانت بخير ان شاء الله. الله يسلمك انت زاده. يعيشك ميرسي. ثاني للشيخ خالد عميور وبلا ما ننساو عماد. امي يسمعوا فيك وجهي لهم الكلمه لهم. الله يسلمك. اول حاجه نقول نتشرفوا بسي خالد عميور. الله يبارك فيك ميرسي. سي عماد بيان سور. الله يبارك فيك. ونقول له بون كونتينياسيون. مرسي. وسي خالد غني عن التعريف بلا ما نحكيو. عفوا ناس قسنطينه كامل. بيان سور سي تاني تري بروش ليا انا سيرتو. فوالا يعيشك. بون الاهداء بيان سور ناس قسنطينه كامل الجزائريين كامل ونقولوا ربي يهز علينا الضر وربي يحنن القلوب. ان شاء الله ان شاء الله. نعطيك اللغز نعطيك اللغز تجاوبين عليه نشوفوا الا عرفتي الاجابه. ما نجربوا ما نخص انواها والو. قال لك لها رقبه لكنها لا تمتلك الراس. والله كاين يدي. يعطيك الصحه. صحه على المشاركه تاعك. الله يسلمك الله يسلمك منوركم توجور. يعطيك الصحه ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. يعيشك صحيتي. سلمي لنا على ناس قسنطينه كاملين.
الله يسلمك يا يعطيك الصحة يعطيك الصحة. هل من إجابة فيما يخص اللغة؟ لا هذيك الثاني بس والو ما لا ما عندكم شو تقولوا ما عندكم واش تحكوا لا لا نحكيو كاين الغاز اللي نقدروا نلقاوهم وكاين الغاز شويه اصعب علينا في الفن نقدروا نحكيو نحكيو على واش واش نوجدوا واش راحين حكينا على الالبوم هذا من اغنيه منفرده درتها حطيتها في اليوتيوب على قناه اليوتيوب وعندي كات البوم هاد كاين البوم الاخير ان شاء الله هادو كيفوت خدمت فيه مالوف سنتيني وكاين الالبوم اللي قبله كاين خدمت فيه منوعات تونسيه واللي الالبوم الاول والثاني خدمت فيه المدايح مدايح العساوه القسنطينيه اللي تشرفت اني درت فيها تما درت مزيج بين التراث والحداثه دخلت فيها الات موسيقيه خاصه وكاين دوز البوم اللي سجلتهم لصالح الديوان الوطني لحقوق التاليف يعطيك الصحة إن شاء الله نتمنى لك كل النجاح إن شاء الله إن شاء الله ينجح الألبوم تاعك إن شاء الله فقط عندنا الاتصال ولا لا ما زال يبان شوفوا الأغنية ماشي الأغنية المخرج نقول له يعطينا العدد والتقاليد تاع ولاية سطيف نشوفهم ولا نعود Thank you.
كانت أيضا هذه بعض العادات وتقاليد في ولاية الصطيف، نوجه لهم التحية وتلتحق بنا عبر الهاتف مريم. مساء الخير مريم. مريم كيف ماني؟ مساء الخير، خير عليكم. الله يسلمك ميمي، صحة عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك. واش تحكي لنا شويه على عادات وتقاليد تاع ولايه الصطيف؟ هذا وين كنا نشوفوا الفيديو كليب، الصور اللي اختارتها ومونطيتها انايا، واش تحكي لنا عليها؟ نشوف بقى مو العادات والتقاليد الصيفيه يتشابهوا مع تاع شاويه، ناس خنشله، ناس باتنا معروفين هكا العادات والتقاليد تاعنا. العرس تاعنا معروفين بالصيفيه، معروفين بزاف بالهواء بديك السياقة المتهوية في العرس، الطريق بالمطوط. معروفين بزاف سبع ليالي هذيك كي والو. واش مريم نعطيك لغز وشوفي قبل ما نبدا الاهداءات، المشاهدين اليوم يبعثوا لنا في الفيسبوك والانستغرام، كنا نشوفوا ليليام تحت على الصفحه الخاصه وصفحه القناه. مريم نعطيك لغز وقولي لي لا عرفتيه. لها رقبه لكنها لا تمتلك الراس، عندها رقبة وما عندهاش الرأس. لها رقبة لكن لا تمتلك رأس. ما أعرف. لها رقبة لكن لا تمتلك رأس. إيه. شو صعب هذا؟ اسمه صعب. ما أدري ما شو الإهداء تاعك مريم ليه ما تقدميها؟ وين جوز تحية العائلة تاعي؟ أمي صالحة، أبي عمر، أخوي محمد، أخوي طارق في ديار الغربة، زوجة تاعو صابرينا، ولادو شيماء، خليل، مهدي، وأخي بلال، ومرتو منى، وإسحاق، وأختي سارة، والعائلة خالاتي، خالة رشيدة، وخالتي مليكة، وعماتي. يعطيك الصحة مريم، يعطيك الصحة. الله يسلمك. نسيت حتى واحد مريم، نسيت حتى واحد. لا 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 فكرتيني نسيت. شكون صحيت لي؟ هذا الزوج تاعي. يعطيك الصحة، صحيتي مريم. ولا نسيت قلت لي اسمع لانيس. صحيتي، يعطيك الصحة، صحيتي مريم. عاد بقى على خير. يعطيك الصحة. المخرج قال لنا بلي قعدتنا ربع ساعة فقط، الوقت معكم أو يجوز بسرعة. دوك نزيدو نسمعوا لكم شوية معزوفات باش نقدموا للمشاهدين أكبر عدد من الموسيقى، ربما ندخلوا لهم البهجة لديورهم. تفضل تفضل أيمن. فبالله يا لساني اختار واش تقول، وخيار القول لا إله إلا الله. نتني عليك بالصلاة يا النبي الرسول، نتني عليك بالصلاة يا النبي الرسول، عدد البكمة والنطقة واللي في نجوم السماء. لا تحرمني يا الباري وانت المول، لا تحرمني يا الباري وانت المول، حتى نشهد قبر رسوله ونشهد بها صلى الله عليك، صلى الله عليك
يا سيدي يا رسول الله. طعني الحب قوسون الشابه من نوفني تراسي شاب والجسم دا ودموعي سيالة طيلة غلاب دمعي رهيب. من يبكي ظالم إذا بكى هنزاد البكي يا أهل التمجاد يا ذي الجواد. من يبكي يبكي الحبيب الجواد ربنا المعين. من يبكي يبكي نوح ويعدد على الشريف محمد المرتشد يستاهل من بكي حبيب من المومج الضاوي الجبين. أنا يا سادات شاق قلبي ليه ما صبت حد من يبكي نبكي عليه وعلى آلو كافة وليه المقربين. نجي يا نواح نوح لله أعلن به رسول الله واللي معاه راكب الناقي بالليوى والجسيد المرسلين. هذا الشوق اليوم في مهاجي طاح بلا جناح عقلي راح يا ذا الملاح وسبت الهجرة ندير له بالراح يا سامعين. نهجرنا والعاشقين للمرشود نمدحوه بالرباب وعود سعد السعود حتى نبلغوا غاية المقصود توقى ودين. من يبكي يبكي ضي الكعبة طفلة شابة عزبة ومغربة سموها العربان لالا عربة كملت الزين. رمات العبروق على كتفها شال مطروز بالدبل شعال خزنة ومال ليها يا سيدي سافروا الحجاج بيت الرزين. أجي يا نواح نوح لله على النبي رسول الله واللي معاه راكب الناقي بليوى والجاسد المرسلين. عليه الصلاة والسلام. هذا مدح في الرسول خاتم نعم. الأنبياء نعم. فقط سيد عميور قمت بتقديم أغنية في مدح الرسول خاتم الأنبياء من قبل هل في عندك أغنية من هذا؟ خدمت فيها كما قلت لك الألبومين تاع المدح في المدح في العيسى وفي المدح تسمى مدح الأولياء ومدح الأنبياء في نفس الوقت. قدمت يعني في أغاني في التلفزة قدمت أغنية مدحة البرية بالله ولد بريتي. دوك بعد قليل فقط نسمعوا زي تعطينا معزوفة نختموا بها عدد اليوم قبل ما بقناش بزاف الوقت. نشكر نستقبلوا حنان من باتنا ناس باتنا ناس الشاوية مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حايدك الأخت الله يسلمك انت زادة لاباس كيف انت لاباس؟ لاباس الحمد لله. كيفاش تجوزتي العيد؟ والله غير الحمد لله نعمة رانا لاباس عيدنا لاباس الحمد لله انتم راكم لاباس. الحمد لله الحمد لله على كل الأحوال الحمد لله. الحمد واش تقولي لنا؟ والله غير عجبتني الحق تاعكم وعيط راح نهدي شويه لافامي تاعنا. تفضلي بهداتك. باغيه نهدي لخويا اللي راه في سكيكدا العائله تاع سامة نوجه التحيه لناس سكيكدا وناس قلمة كامل وناس تاع خويا اللي راه في المديه ووالديه وراجلي ربي يخليهم لك ان شاء الله وعجوزتي ولافامي تاعي راني عيطت بعيد على دارنا على ماليا. وعيطت لهم في التليفون ولا بعثت لهم اس ام اس؟ عيطت في التليفون بصح ما التليفون ما كانش قد كيف تلاقاي معاهم.
معليش معليش انقطع الاتصال، كنت حنعطيها اللغز ومن بعد انقطع الاتصال. انا بدوري نشكر دار ريم للازياء اللي لبستني اليوم هذا اللباس التقليدي الجميل اللي نفتخر به انا دائما باللباس التقليدي. كل عيد كل مناسبه نحب نلبس لباس تقليدي زي كل المقدمين البرامج دائما نتمسكوا بهذا اللباس التقليدي، سواء في الافراح تاعنا ولا مناسبات دينيه كيما هذه وفرحه تاع الجزائريين. توقفوا مع هذه بوز بوب ولا نعاودها. إذا كان هذا في القاعة الإخراج عم يقولوا لي باللي جوزنا كامل ليسانتي تاع دار ريم للأزياء، نشكرها مرة ثانية على اللباس التقليدي اللي لبسني. بعض التحيات اللي هي موجودة على صفحة الفيسبوك أو يجوز الرابط تاع الصفحة. نشوفوا بعض التحيات قبل ما نسمعوا كاش غنية. عندنا ناس بسكرة بالعايش من ولاية بسكرة وباتنا، وجه لهم تحية. العياش يقول إهداء لكل الجزائريين. إذا هذه كانت بعض الإهداءات على صفحة الفيسبوك. نتوقفوا مع هذا الفصل الغنائي، الفصل الغنائي مخرجنا جوامعي. الأغنية الأولى لو تعطيها لنا جوامعي صحح لي الأغنية الأولى، أعطينا هذا الفصل الغنائي ونعاودوا. حسابية تسهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي. ما راكيش حسابية تسهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي. لا 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 قولوا لها راني نسهر الليل. لا 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 عليك المسافات روحي ليا بلك نجرب انا ننسى اللي فات. كل ما نحاول لك نقرب تبعدني عليك المسافات روحي ليا بلك نجرب ننسى اللي فات. مانيش صابر على فراقها نعيط لها نسمع صوتها هيا لو كان يحن قلبها بتولي ليا. لا 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 هاد السين
وما صبت له كيس لبيب يرسل ارسل إينو ما بقى في ذا الزمان صاحب رسالة ولا مان يشفي القلوب يقضي مسألة. يعطيك الصحة سيد عمرو سيد عمرو. شكرا خالد. قبل ما نختم نشكر سي يزيد بالخير على المجهودات اللي قام بها في الألبوم. بارك الله فيه. فيك بركة. جاز معكم الوقت بسرعة ساعة حسينها شغل خمسة دقائق. عماد يعطيك الصحة نورتنا ونشجعوا شباب كيما أنت حافظين على العادات والتقاليد تاعنا. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. مشاهدينا الكرام عندي قائمة تاع الإهداءات والبث يقولون رجعوا لنا الخط وزملاء يقولوا لي لازم ندير الإهداءات. المخرج عبد الله جوامع إلى العائلة إلى الوالدين الكريمين عائلة جوامع بالعاصمة ولاية سوق قهراس عائلة دور وخالته وخواله سارة زوجته الحبيبة وعائلته وعائلتها قارة هكا هي بدأت عائلة الزميل كبكوب المتواجد على يساري إلى الأم الغالية والعزيزة وأيضا الزوجة العزيزة وأيضا الإبنة البرعومة إسراء وأيضا إلى زميلي على يميني بالغادم وجهود تحية للأم العزيزة والكريمة أيضا نذير مساوي من بجاية الزميل نذير مساوي وجه تحياته لكل العائلة صديقتي فلال عائلة صعيدي عائلة زرمان عائلة البرش وبلا ما ننسى نبيل بو عبد الله إهداء خاص لنبيل بو عبد الله وعائلة بو عبد الله إلى اللقاء صحيتكم السلام عليكم.